مو بالضرورة أن نحتاج أن ننزل مستوى الخطاب إلى مستوى التهويس الشارعي، ومستوى أن نجيب البعران نخليها تدخل بالبرلمان حتى نقول إحنا ما نحترم البرلمان. خب تقدر تقول أنا ما أحترم برلمانكم، ما يحتاج تجيب بقر وحيوانات وبياعة سمك يفترون بالبرلمان يعني اليوم وتسوي البرلمان على الوجه جميلة. مو هذه يسيء للبلد، يسيء للبلد.